صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نور الطب. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأجمل حال. النهاردة إن شاء الله حلقتنا حلقة استثنائية. لأننا النهاردة من ضمن فعاليات حلقتنا هنغطي أو هنوريكم تغطيات قمنا بها أمس في مؤتمر أبطالنا في قلوبنا 2020 لتكريم أسر شهداء مصر من الشرطة والقوات المسلحة. طبعا امبارح سمعنا قصص بطوليه كثيره وسمعنا حاجات مؤثره كثيره، وطبعا كان ده في مؤتمر تحت وزاره التضامن الاجتماعي، وكان ده برعايه شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. طبعا النهارده بنرحب في الاستوديو بدينامو الشركه الدكتور محمد صبحي. دكتور محمد صبحي مدير تسويق والممثل الاعلامي لشركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. ربنا يبارك فيك. كنت متالق امبارح في المؤتمر. شكرا جدا، ده بس من ذوق حضرتك. طبعا من هنا عايزين طبعا نرحب او نهنئ الدكتور رضا. الدكتور رضا طبعا عبد السلام ابو امين، امبارح تم منحه درجه الدكتوراه المهنيه. وطبعا شكرا جدا 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 للدعم اللي انا شفته امبارح والحب والتواصل يعني انتوا بذلتوا امبارح بصراحه مجهود كبير مادي ومعنوي امبارح. تمام. الحقيقه المبادره دي احنا بننفذها كل سنه، بقالنا دلوقتي 3 سنين متتاليه. عقبال كل سنه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. الحقيقه مش عايز اقول ان احنا اللي كنا بنكرم اسر الشهداء، لا بالعكس، ده شرف لينا، ده تكريم لينا احنا ان احنا نبقى متواجدين معاهم. فعلا حسينا بال يعني الفرق المعنوي اللي كانوا فيه امبارح. الحقيقه احنا استمدينا منهم حاجات كتيره جدا، حاجات جميله جدا جدا، ويعني اقل حاجه ممكن نقدمها ليهم امبارح. امبارح زي ما حضرتك شفتي كده في المؤتمر كان في يعني عدد كبير جدا من اسر الشهداء. الحقيقه كانوا يعني سعداء جدا بالتواصل دوت وبالتكريم دوت. كمان احنا كنا يعني في غايه السعاده، لان بصراحه يعني الامان اللي احنا فيه دلوقتي، التطوير اللي في كل قطاعات الدوله، خلينا نقول ان هم سبب اساسي فيه. ومش بس بيضحوا يعني بحاجه بسيطه، لا ده ضحى بروحه، ضحى بحياته، ضحى بمستقبله، بمستقبل اسرته. كل ده كنا شايفينه امبارح في عيون اسر الشهداء. حقيقي جدا. فكانت حاجه بسيطه جدا جدا. ان شاء الله رب العالمين احنا دايما يعني مستمرين في البروتوكول دوت ومستمرين في الدعم دوت. طبعا امبارح برضو كان سيادة السفير رضا عبد السلام أمين، حقيقة يعني تم منحه الدكتوراه المهنية امبارح. بصراحة هو من الشخصيات المحترمة جدا، الشخصيات المحبة لوطنه جدا جدا جدا. كمان يعني التكريم دوت أو يعني اليوم بتاع امبارح هو بيبقى يعني له إعداد خاص جدا جدا عنده. بيسخر كل إمكانيات الشركة والمجموعة كلها في دعم هذا اليوم. حقيقة أنا شفت ده امبارح، يعني هو ما بخلش على أي حد بأي حاجة الحقيقة، وتم منح عدة عمر، يعني أنا انبسطت قوي موضوع العمرة دي. الحقيقة دي كانت مفاجأة لينا احنا شخصيا. عمرات كتيرة امبارح تم منحها لأسر الشهداء. يعني دي بصراحة كانت مفاجأة لينا احنا، اللي هو دايما لازم حاجة خاصة بيه كده، لازم يعمل مفاجأة في كل حفلة. ما دكتور نرمين بتقولي احنا ما كناش متفقين على كده، عمرة ايه يا جماعة تفاجئتوني. هي الحقيقة ده يعني دي عادته، ان هو دايما بيفاجئ أسر الشهداء بحاجات جيدة جدا، بحاجات كويسة، يعني كدعم معنوي ليهم وكمشاركه مجتمعيه من الشركه تجاه اسر الشهداء. شيء هايل جدا، والحقيقه انا شرفت جدا بتقديم المؤتمر امبارح، طبعا كان تحت رعايه وزاره التضامن الاجتماعي. احنا النهارده دلوقتي هنطلع بقى في حته كده تانية، هنتكلم عن بقى ايه، بما اننا بنتكلم على امهات الشهداء وزوجات الشهداء، فالنهارده هنتكلم عن حاجه خاصه بالسيدات شويه. هنتكلم عن لاكتوماكس. لاكتوماكس دوت منتج جديد للشركه، بيعمل على زياده افراز اللبن و طبعا في الام المرضعه. فاحنا النهارده هنعرف ايه مكوناته وطريقه تناوله وايه بقى العروض اللي الشركه بتقدمها عشان جمهور برنامجنا زي ما عودناكم كل مره. اتفضل يا دكتور، عايزين نعرف بقى ايه مكونات لاكتوماكس. الحقيقه اللاكتوماكس من اهم المميزات اللي فيه ان هو كله عباره عن مستخلصات من اعشاب طبيعيه. الحقيقه دي نقطه مهمه جدا جدا، لان احنا بنتعامل
مع الأم في فترة يعني صعبة جدا جدا من حياتها، اللي هي بداية بعد الولادة مباشرة وبداية فترة الرضاعة. الحقيقة معنا صورته على الهواء. تمام. الحقيقة كلنا عارفين ان الفترة دي بتبقى حساسة جدا، بيبقى فيه يعني موضوع الإفراز اللبن بيسبب قلق كبير جدا جدا عند كتير من الأمهات، خصوصا ان ثقافة الشعب المصري نفسه الثقافة دي من زمان جدا ان الرضاعة الطبيعية هي افضل غذاء بالنسبة للطفل. ودي حقيقة، والحقيقة طبعا دي مش بس الحقيقة دي، يعني الحقيقة او يعني دي حاجة شعبية او حاجة متداولة، لا بالعكس دي حاجة علمية جدا. يمكن منظمة الصحة العالمية في آخر إرشادات ليها بالتعاون كمان مع المنظمة الأمريكية لطب الأطفال أكدوا على أن لازم لمدة 6 شهور على الأقل، 6 شهور بيسموها كده اكسكلوسيف فيدنج للبن الام. يعني ايه اكسكلوسيف فيدنج؟ يعني ما ياخدش اي حاجه تانية اي حاجه تانية غير لبن الام، اللي هو غذاء حصري بالظبط كده، يعني ممنوع اي حاجه تانية لمده 6 شهور. تمام. يعني اول 6 شهور دي بتبقى فتره مهمه جدا. الحقيقه يعني خلينا اقول ان اللبن الام دوت هديه من ربنا سبحانه وتعالى للإنسان في أول مولده. كمان بيعملوا مناعة يا دكتور، بيستمدوا منه بقى مناعة بتاع مدى الحياة بقى دي. يعني هقول لحضرتك دلوقتي شوية حاجات بسيطة عن الرضاعة الطبيعية. خلينا نقول إن في أول لبن بينزل من الأم هو لبن بنسميه كلنا عارفينه، هو اسمه لبن السرسوب. لبن السرسوب دوت بيحتوي على كميات عالية جدا جدا من البروتينات. طيب هل بروتينات عاديه؟ لا، نوع معين من البروتين اللي هي بيسموها الاميونوجلوبولينز. الاميونوجلوبولينز او اللي هي المضادات المناعه اللي هي بتزود بترفع المناعه بشكل كبير جدا جدا، بشكل يعني بتحمي الطفل بشكل ممتاز جدا جدا من اي عدوى سواء بكتيريه سواء فيروسيه. ان الام دي يعني الجزء ده من المناعه بنسميه المناعه المكتسبه، لان الطفل ما بيبقاش له اي دخل فيها، بيبقى لسه الجهاز المناعي بتاع الطفل لسه ما هوش مكتمل النمو. الحقيقه فده جزء مهم جدا جدا من اللبن، لازم يعني ده ما فيهوش كلام، لازم الام يعني تبقى حريصه جدا 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 في اول فتره الرضاعه ان الطفل ياخد لبن السرسوب ده. طيب يا دكتور، في امهات بتبقى يعني هي فعلا فتره الوهن زي ما بيسموها، في امهات بتبقى جسمها لا يستطيع تخليق اللبن بالشكل الكثيف ده عشان يقدر يغطي احتياجات الطفل اول 6 شهور. في اكلات شعبيه وفي وصفات شعبيه وفي حاجات كتيره قبل ما ندخل بس في اللاكتوماكس. تمام. في فعلا اكلات معينه ممكن تعمل اضرار للبن او بتزود اللبن؟ طبعا كلام حضرتك مظبوط. خلينا نتفق ان لو جينا نشوف تكوين اللبن، تركيب اللبن، هنلاقيه بيتكون من كربوهيدرات وبروتينات ودهون. تمام. كل ده دايب في فلويد او في سائل، السائل ده اللي هو الميه. 90% من اللبن ميه، هو عباره عن ميه. يعني 90% انا ما بشربش ميه بالظبط كده. 90% من اللبن عباره عن ميه، وال 10% الباقيين اللي هم الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم. طيب فمبدئيا كده السوائل دي مهمه جدا 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 في فتره الرضاعه. طوال فتره الرضاعه لازم الام تهتم جدا بموضوع السوائل، تشرب ميه كتير جدا، تشرب عصاير، كل الحاجات. تشرب لبن كمان يا دكتور؟ طبعا لازم. اللبن ده يعني اساسي، عشان الكالسيوم حتى والعظام، في كالسيوم، في كل المينرالز اللي موجوده فيه بتنزل للطفل في اللبن، فده طبعا مهم جدا. تمام. بعض الحاجات اللي يعني مشهوره جدا جدا اللي بتزود اللبن الحلبه. الحلبه يمكن حضرتك يعني ده موروث شعبي من زمان جدا جدا، ان اي ام والده لازم موضوع المغات والحاجات دي بالظبط كده. فده فعلا لقوا ان ليها تاثير مهم جدا جدا، علشان بترفع وبتزود كميه اللبن المفرزه من عن طريق تاثيرها على هرمون معين يا دكتور؟ بالظبط كده. هو لو جينا نشوف التاثير الهرموني لافراز اللبن، هنلاقيه بتاثر بهرمونين مهمين جدا. الهرمون الاولاني اسمه البرولاكتين. تمام. البرولاكتين ده بيفرز من الغده النخاميه،
والمستقبلات بتاعته موجوده على الخلايا اللي مسؤوله عن تكوين اللبن اللي هي بنسميها اللاكتوسايتس او الخلايا اللبنيه. الخلايا اللبنيه ديت اول ما بتستقبل الاشاره العصبيه من الهرمون البرولاكتين من الغده اللي بيتفرز من الغده النخاميه في المخ، يبدا تحصل اشاره ان يبدا تخليق وتكوين اللبن. الهرمون الثاني اللي مهم جدا في فتره الرضاعه اللي بيأثر كمان على عمليه الرضاعه اللي هو هرمون الاوكسيتوسين. هرمون الاوكسيتوسين ده اللي هو بيسميه هرمون الولاده. يمكن هرمون الاوكسيتوسين هو اللي مسؤول عن خروج اللبن بعد تكوينه لخارج خارج الثدي كله، وهو اللي مسؤول عن عملية الرضاعة اللي هو وصول بقى اللبن للطفل. خلينا نقول حاجة مهمة جدا جدا علشان أزود كمية اللبن. تخيل حضرتك أن أنا كل ما الطفل رضع بشكل أكبر كل ما كمية اللبن كانت أكتر. يمكن ده إحنا بننصح الأمهات بشكل دوري بشكل مستمر جدا تزود عدد مرات الرضاعة. كمان نقطة مهمة جدا ان فترة عدد الرضاعة. مرات ولا عدد مدد؟ لا، عدد مرات الرضاعة. دي مهم جدا. كمان مدة الرضاعة لازم لا تقل بأي حال من الأحوال عن 10 دقائق في في المرة الواحدة. ده بسبب يعني له سبب علمي مهم جدا، ان احنا اللبن بينزل على مرحلتين. المرحلة الأولانية بتنزل في البروتين والكربوهيدرات في الاول، بعد كده الفاتس بتنزل في الاخر. يعني يمكن عندنا نوعين من اخر اخر فتره الرضاعه. يعني ايه اخر فتره الرضاعه؟ لو هنقول مثلا اللي بيسموها الفيدنج سيشن، خلينا نقول ان هي الفتره من اول بدايه الرضاعه، من اول بدايه ان الطفل يرضع دلوقتي لحد ما ينتهي الفتره دي. 10 دقائق لا تقل عن 10 دقائق باي حال من الاحوال. فهنقول ان اول 5 دقائق مثلا بينزل البروتين وبينزل السكريات او الكربوهيدرات اللي موجوده في اللبن، اخر 5 دقائق بينزل فيهم الفاتس اللي هي الدهون. خلينا نقول ان الدهون دي هي اللي بتعمل زياده الوزن الملحوظه في الطفل والنمو، ودي حاجه مهمه جدا جدا أكيد. بالنسبه للطفل. الدهون كمان بتساعد في التكوين وتخليق الاعضاء الداخليه للجسم في البطن. بالظبط جدا يعني. بالظبط. يمكن الدهون مهم جدا. يعني الناس اللي بتسمع ان الكوليسترول والوحش والترصب بتاعه، خلينا نتفق ان الكوليسترول ده مهم جدا في صحه الانسان عموما، لان الخلايا الجدار بتاع الخلايا نفسها هو متكون من كوليسترول. فبس طبعا الافراط فيه والزياده فيه هي اللي بتعمل المشاكل الصحيه اللي بعد كده. فخلينا ناكد على فتره الرضاعه 10 دقائق، خلينا ناكد على شرب السوائل بشكل كتير جدا، خلينا ناكد على زياده عدد مرات الرضاعه. طب ايه غير الحلبه يا دكتور بيعمل اضرار للبن؟ الناس اللي بتسمعنا او عايزه تسالنا اكيد عايزين يعرفوا اذا كان في عندهم اكلات. انا سمعت ان في الحلاوه الطحينيه بتزود بناء على السمسم اللي فيها، ولا عشان هي سكريات مش لا هي علشان سكريات. السكريات بترفع معدل انتاج اللبن. كمان يعني السمسم اللي فيها برضو كل المواد ديت بيبقى فيها مواد فعاله. فلو جينا نشوف ايه اكتر الحاجات اللي بتعمل زياده في اللبن، هنلاقيها يعني رقم 1 الحلبه. رقم 2 في عندنا اليانسون بيزود انتاج اللبن او بيزود افراز اللبن. بعد كده عندنا الشمر. كلها حاجات يعني زي ما حضرتك ملاحظه اعشاب طبيعيه، لان يعني ما ينفعش خالص في الوقت ده ادي اي حاجه تحتوي على هرمونات. لان الهرمونات ليها تاثير، يعني لو ليها تاثير ايجابي في الاول بيبقى ليها تاثير سلبي على الام بعد كده. تمام. كمان في بعض الادويه اللي الحقيقه لا ننصح بيها ابدا في اول فتره الرضاعه. الادويه ديت في بعض المواد زي مثلا الميتوكلوبرومايد، دي من ضمن المواد الفعاله، دي محفزات للبن. هي يعني يمكن بتزود افراز اللبن كتاثير جانبي ليها. فبعض يعني بعض الناس بتاخدها عشان تاخد السايد افكت بس بتاعها. طبعا الضرر الرئيسي يعني الحقيقه في بعض المواد زي ديت الدومبريدون مثلا والميتوكلوبرومايد، دي من اكتر الحاجات اللي مشهوره
عندنا وبعض الناس بياخدوها، بس للاسف هي بتاثر على افراز اللبن بشكل يعني ايه زياده، لا بشكل وقتي او شكل ملح يعني اني بعد كده ملهاش تاثير قوي بعد كده. كمان الاثار الجانبيه بتاعتها كبيره جدا، يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي بتعملها بتعمل ديبريشن، فالاكتئاب دوت اصلا هم في اصلا بيبقى الفتره عندهم اكتئاب في بالظبط وقت كده. الرضاعه لوحدينا خلقه هو يعني، الاكتئاب في فبيبقى في فتره ديبريشن اضافي بالظبط حقيقي كده، واي احباط. الاكتئاب في فتره الرضاعه بيبقى من احد اسبابه اللي هو تغيير الهرمونات بشكل كبير جدا، سواء في فتره الحمل او في فتره الرضاعه، لان دي فتره يعني الحقيقه فعلا الجنه تحت اقدام الامهات، ده مش من فراغ، لان يعني التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل في اجسام الامهات اثناء فتره الحمل والرضاعه هي تغيرات يعني كبيره جدا، فده التأثير ده بيتضاعف وبيزيد مع استعمال الأدوية اللي أنا قلت لحضرتك عليها. فيبقى الاتجاه الأمثل إن أنا أتجه لحاجة الأعشاب طبيعية. الطبيعية، وخصوصا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق لنا حاجات كتيرة جدا بتزود اللبن بشكل كبير، زي ما قلت لحضرتك الحلبة، الشمر، اليانسون، الكراوية، الكموميل، كل الحاجات ديت كل دي موجودة مشروبات ساخنة سهلة التحضير جدا يا جماعة، بالظبط كده، وبسهولة جدا نقدر نحصل عليها، ومتهيألي رخيصة يعني يا دكتور، في متناول في الجميع متناول يعني. الجميع وموجودة في كل مكان عند العطارين والحاجات دي. شهير. فلو جينا بقى نتكلم على اللاكتوماكس، هو عبارة عن مستخلص من الأعشاب الطبيعية ديت. طبعا الميزة اللي فيه ان احنا واخدين المواد الفعالة، لان طبعا اي عشب من الاعشاب اللي انا ذكرتها لحضرتك دي فيها مواد فعاله ومواد غير فعاله، فعلشان اوصل لكميه المواد الفعاله دي لازم مستحضر بقى، هحتاج بقى كميات كبيره جدا، هحتاج استهلك كميات كبيره جدا جدا من الاعشاب دي، فطبعا بيبقى في صعوبه كبيره في ان انا يعني اخد كميه الاعشاب دي كلها بالرغم من امانها، ولكن الكميه نفسها هتبقى الناس هتزهق برضه دكتور، يعني طبعا كلام هناخد ايه حضرتك ولا مظبوط. ايه؟ فاحنا الحقيقه عملنا المستحضر دوت اللاكتوماكس كان عباره عن مستخلص نبات الحلبة، ومستخلص نبات الشمر، ومستخلص بذور اليانسون، ومستخلص زهرة الكاموميل، يعني طبيعي 100%. كل المكونات اللي فيه طبيعية 100%. الحقيقة الجرام الكونسنتريشنز لو اتكلمنا عليها أو التركيزات لما نيجي نتكلم عليها، نلاقي الحلبة فيها الكيس هو عبارة عن 2 جرام. ممكن نشوف الكيس يا دكتور من جوه؟ ما فيش عشان هو بس ضيف جديد علينا بقى، احنا حافظين المنتجات التانية. طيب هو دوت شكل الساشت او الكيس. هو كيس الحقيقة في ناس بتخلط شوية ما بين يعني اول ما يشوف كيس يقول عليه فوار. فوار. لا هي مش كل الاكياس فيها فوارات، لا هي الكيس بتاعنا فيه بودر، البودر دوت بيدوب في المية. يعني لازم يتقلب. بيدوب في المية الباردة. هنرجع له تاني. يعني ان شاء الله. معنا اتصال بس تليفوني، معنا نورة من البحيرة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. حضرتك انا كنت عايزه بس اسال الدكتور على حاجه. مش اتفضلي دكتور سمك. بالفعل اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، هو حضرتك قلت ان الحلبه والسمر واليانسون بيزودوا اللبن. تمام. انا بس عايزه اسال، احنا هنشربهم، فعايزه اسال لو كان السكر يعني بيضر او عادي. تمام. هو استعمال السكر بشكل كبير ده غير مطلوب. السكر يعني خلينا نقول ان هو بيقلل المناعه بشكل كبير. السكر ممكن ياثر بشكل سلبي على الرضاعه لو استعملناه بكميات كبيره، ده بالرغم ان موجود مثلا في الحلاوه التقنيه. تقصد لما تحلي، تقصد يا نوره لما بتيجي تحلي مثلا المشروبات دي بالسكر مش كده؟ لا لا، بحلي على قد ما انا عاوز، يعني سواء انا باخد معلقه باخد معلقتين ده ما فيش فيه اي مشكله. انا بتكلم يعني لو حضرتك بتتكلمي على كميه سكر كبيره لا يعني ده مش مطلوب. فممكن نعملها نستبدلها بالعسل يا دكتور؟ طبعا. طب شكرا لاتصالك يا استاذه نوره، هنسمع البدايل المقترحه للسكر من التلفزيون ان شاء الله. شكرا لاتصالك. اتفضل يا دكتور. ممكن نعمل دوت بالعسل يا دكتور؟ يتحلى بالعسل مفيش عادي. في مشكله خالص. يعني ويتحلى بالسكر برضو مفيش. طب والعسل الاسود سواء عسل ابيض او اسود ممكن نحلي بيه المشروبات طالما مستساغه بالنسبه لنا عادي خلاص؟ مفيش مشكله خالص في العسل الابيض او العسل الاسود، بس هو يمكن العسل الاسود هيدي اللون يعني هيغمق المشروب شويه، يعني هيخلي هيدي له طبيعه غير الطبيعه بتاعته. فده اللي هيبقى فيه، ممكن يبقى فيه عدم استساغه بس مش عارف. بس هو سؤالها حلو جدا يعني طبعا. لفت نظري ان حضرتك لسه بتقول الحاجات دي بكميات كبيره مهمه. طب والناس اللي عايزه تخس
الناس اللي اصلا تخنانه ومش عايزه تعمل اوفر ويت بقى، يعني مش هنعمل دايت اوكي عشان تمام. فتره الرضاعه بتبقى فتره حرجه جدا، بس محتاجين مثلا نحافظ على الوزن الى قدر المستطاع. محتاج احافظ على الوزن، ومحتاج كمان احافظ على القيم الغذائيه اللي موجوده في الاكل، يعني لازم تنوع بتاع الاكل ده مهم جدا، لان كل يعني انا الام بتستمد الغذاء بتاعها من الطعام اللي موجود، المالتي فيتامينز والمينرالز اللي موجودين في الـ في الـ في اللبن بيجي من الغذاء، فده لازم الام تحافظ عليها بشكل كبير جدا. بننصحها دايما الحاجات الطبيعيه والحاجات اللي موجوده، يعني الحاجات الطبيعيه جدا جدا دي ما فيش فيها اي مشكله. طب يا دكتور صحينا هسالك حاجه كده ممكن بره الموضوع شويه. اتفضلي. موضوع العسل بالمعلقه المعدن ده فعلا ممكن يقلل من فوائده ولا دي اشاعات مغرضه؟ لا لا، في بعض يعني الكلام ده يعني اتنشر كتير جدا في الفتره اللي فاتت، فالاستعمال الافضل ليه بمعلقه خشب. معانا ايه؟ لان في بعض الايونات اللي ممكن تطلع من المعلقه. معانا اتصال تليفوني اخر. معانا ايه من الغربيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذة آية. أهلا بك. ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ اتفضلي دكتور. سامعك بالفعل، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، أنا برضع ووزني ما بيقلش خالص، وحتى لو قللت أكل وأنا حالتي على قدها، يعني مش قادرة أجيب المنتجات بتاعة التخسيس اللي بيسوع عنها في التلفزيون، ممكن تقول لي وصفة مع الرضاعة اخدها وفي نفس الوقت تبقى على قد امكانيات اعرف اجيبها، لان انا حالتي يعني على قدها. هو بصي يا استاذه ايه، هو النهارده مش جلسه او مش دكتور، مش تخصص تغذيه، وحلقتنا مش حلقه تغذيه، بس اوعدك ان شاء الله الحلقات اللي جايه هنستضيف تخصص تغذيه علاجيه كتير جدا الفتره اللي جايه، ولكن الى حد ما انت كل اللي تقدري تعمليه انك ما تحليش المشروبات اللي بتزود الرضاعه بالسكر، العسل الابيض الى حد ما علشان هو بيبقى سهل في الامتصاص عن كمان الجلوكوز. خلينا ننصحها بزياده الاكسرسايز او زياده التمارين. يعني التمارين الرياضيه تمشي بشكل افضل، ده هيديها هيقلل الوزن بشكل كبير جدا. كمان يعني بلاش القعده، بلاش يعني ايه، هو الكسل والوخم ده يا دكتور بيزود الوزن للاسف. الامهات عندها ثقافه معينه، او من اول الحمل خلاص بقى ببدا اقطع على كل التمارين، يعني الاكسرسايز نايم على ضهرها على طول باستمرار، فلا ده مش مطلوب. على عكس الغرب تماما، الاكسرسايز بالظبط كده الغرب تماما، يعني بينزلوا الجيم من اول يوم رضا، من اول يوم حمل. شكرا لاتصالك يا استاذه ايه، يا رب تكوني سمعتي اجابه سؤالك. طب يا دكتور هنرجع تاني لمكونات اللاكتوماكس. اتفقنا ان احنا عندنا اول حاجه في 1 جرام من المواد الفعاله من بذور الحلبه، في 400 ملي جرام من المواد الفعاله من بذور الشمر، 300 ملي جرام من اليانسون برضو المواد الفعاله اللي في البذور بتاعت اليانسون، و 300 ملي جرام من الكاموميل المواد الفعاله اللي موجوده في الزهره، لان المواد الفعاله في النبات الكاموميل موجود في الزهره مش في البذور. التركيبه دي تركيبه ممتازه جدا جدا، كل واحد له اكشن معين، يعني كل حاجه بتعمل حاجه معينه. خلينا نقول مثلا ان الحلبه من اهم الحاجات اللي بتعملها انها بتزود افراز اللبن بشكل كبير جدا، عن طريق ان هي بتزود الهرمون بتاع البرولاكتين المسؤول عن اللبن، المسؤول عن افراز اللبن. طيب احنا قلنا ان استعمال الهرمونات بشكل كبير هيضر مش هينفع. تمام. خلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الهرمونات اللي في النباتات بشكل جميل جدا. ان الهرمونات دي بتدي نفس الافكت، بتدي نفس التاثير بتاع الهرمونات اللي في الانسان، بس بدون السايد افكت اللي ممكن تعملها. احنا بنسميها الفايتو استروجين او الفايتو الفايتو هرمونز. الفايتو هرمونز دي ليها نفس الشكل تقريبا، ليها نفس التركيب تقريبا، ولكن في الميتابوليزم بتاعها او في التمثيل الغذائي بتاعها بتنتهي بمسار تاني غير المسار اللي هي بتاع الهرمونات العاديه، يعني ابسط بكتير واسهل بكتير وامن. طبعا امن بكتير جدا، مفيش فيها اي مشكله في استعمالها. فعرفنا ان الحلبه بتزود الهرمونات ديت اللي هي الفايتو استروجين ديت، او الهرمونات اللي هتزود هرمون البرولاكتين. فبالتالي اول ما هرمون البرولاكتين بيزيد بتبدا الاشاره العصبيه تطلع للخلايا اللبنيه انها تفرز لبن اكتر.
فدي اول عشب معانا او الجزء بتاع الحلبة. طيب الجزء الثاني اللي هو ال 400 مللي جرام من مستخلص بذور الشمر. الشمر الحقيقه الشمر ده احنا مش بناكله خالص يا دكتور الا في القرص لو على الوش ساعات بنزقها كده وناكله من غيرها. لا بالعكس، ده هو من ضمن الحاجات المفيده جدا جدا جدا. لو اقول لحضرتك يعني الفايده بتاعته دلوقتي، اولا هو بيعمل حاجه مهمه جدا، بيزود الانزيمات الهاضمه. يعني له تأثير إيجابي جدا جدا على كل عملية الهضم بشكل عام. سواء في الكبار أو الصغيرين. طيب فدي أول حاجة ودي أول ميزة مهمة جدا جدا. كمان المستخلص دوت بينزل للطفل في اللبن. يعني الجسم بيمتصه وبيتم إخراجه عن طريق اللبن. اللبن للطفل. عشان يبقى استفادة مضاعفة. أول ما الطفل يبدأ ياخد اللبن اللي فيه اللي الأم واخدة اللاكتوماكس. طبعا بيعمل تأثير مهم جدا جدا انه بيزود الانزيمات الهضمة عند الاطفال. طيب مشهور جدا ومعروف جدا جدا ان الاطفال في الفترة الاولانية من الرضاعة دايما عندهم المغص وألم على طول. يعني في حاجة بسيطة جدا لازم كلنا عارفينها، ان بعد الرضاعة لازم بعد ما يرضع لازم تخبط على ظهر الطفل كده، اللي هو علشان يطلع الغازات الزيادة. بالظبط كده. الحقيقة دوت اللاكتوماكس، الأم لما تستعمل اللاكتوماكس وكل الحاجات دي تنزل في اللبن، هيقضي تماما على الانتفاخات بالنسبة للأطفال. على المغص، على في بقى يعني حاجة مهمة جدا اللي هو الترفيس الغير مبرر. طفل عمال يرفص بشكل كبير جدا، ده غالبا بيبقى عنده مغص. ألم بيبقى عنده مغص نتيجة الانتفاخات اللي بتبقى موجودة. الحقيقة الشمر لما بيزود الانزيمات الهاضمة ديت فبيقضي تماما على كل الحاجات. على كل الآثار دي بقى. كمان الشمر من ضمن التأثير بتاعه انه بينظم حركة الأمعاء. بينظم تنظيم حركة الأمعاء ديت، دي شيء مهم جدا جدا للحفاظ على، عشان ما يحصلش ولا إمساك ولا إسهال بالنسبة للطفل. طبعا المشاكل دي كلها موجودة عند الأطفال بصورة دورية، بصورة منتشرة جدا جدا، وخصوصا في الأعمار الصغيرة. الأمهات الجديدة اللي هي لسه أول ولادة ليها بتبقى يعني مش عارفة تتعامل إزاي مع الحاجات دي. بنأكد بس أن اللاكتوماكس للأم مش للطفل. للأم مش للطفل. بس فايدته زي ما قلنا بتوصل للطفل. فايدته بقى بتوصل للطفل عن طريق اللبن، لأنه بيحصل إكسكريشن أو بيحصل إخراج للمكونات دي كلها، المكونات الطبيعية زي ما قلنا للبن، فبالتالي الطفل بيستفيد بيها. ثالث حاجة اليانسون. يمكن اليانسون من ضمن الحاجات المشهورة جدا جدا من زمان، يعني بداية استعماله كان سنة 1500 قبل الميلاد. يعني بنسميه بقى حاجة اسمها تايم تيستد أو تايم تراستد، يعني الثقة فيه من زمان جدا. كمان منظمة الصحة العالمية قالت صنفته على حاجة اسمها جنرالي ريكوجنايزد آس سيف، يعني آمن سيف. بصورة سيف آمن بصورة. ده بقى العشب اللي ملوش آثار جانبية أو مفيش في داخله ما يضر. بالظبط. إذا تناولنا بكثرة حتى. دي حقيقة. اليانسون كمان من ضمن يعني كلنا عارفين اليانسون، أي شوية مغص أي شوية اضطرابات في الأمعاء في المعدة يقول لك اشرب يانسون. الحقيقة دي فعلا من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا. المواد الفعالة فيها دكتور؟ المواد الفعالة في مادة اسمها الأنيثول. مادة الأنيثول ديت يمكن من ضمن الحاجات الأنيثول دوت من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا فيه، بتزود اللبن بشكل كبير جدا. احنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنحاول نعرض كمان، عايزين يا جماعه نجهز في الاستوديو فعاليات المؤتمر بتاع امبارح، نوري بس المشاهدين عظمه المشاركه المجتمعيه واثرها في نفوس اسر الشهداء ان شاء الله. ففي اخر الحلقه ان شاء الله هنعرض ريبورتاج سريع كده يا دكتور. تمام باذن الله تعالى. طيب هنطلع فاصل قصير جدا وهنرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة بنتكلم عن منتج من منتجات شركة إكسترا ميد للصناعات الدوائية وهو اللاكتو ماكس. نرجع تانية دكتور لمكونات اللاكتو ماكس. نرجع تاني، احنا اتكلمنا على الثلاث مكونات الأساسية في اللاكتو ماكس، الحلبة والشمر واليانسون. الحقيقة بأكد ان هي دي المواد الفعالة من الأعشاب دي. خلينا كنا بنتكلم عن الفوائد المهمة جدا بالنسبة لليانسون والمواد الفعالة اللي فيه، اللي هي مادة الأنيثول. هي مادة الأنيثول من ضمن المواد المهمة جدا
بتعمل على حاجات كتيرة قوي، أو أهمها تنظيم حركة الأمعاء، تنظيم صحيح. حركة المعدة، برضو بتزود الإنزيمات الهضمية بشكل كبير جدا، ممتاز. بتزود بقى فيها الأساس برضو فيها إنها بتزود اللبن بشكل كبير، لأن هي برضو بتارجت جزء مهم من هرمون البرولاكتين اللي برضو بيزود اللبن. تمام. فده وبرضه زي ما اكدت قبل كده ان كل الاعشاب الطبيعيه دي بالمواد الفعاله دي بيتم نزولها في اللبن للطفل، فالطفل بيستفيد بيها بصفة بشكل مباشرة. كبير جدا بصفه مباشره، شيء هايل. علشان بقى يضيع كل المغص والانتفاخات كمان الحموضه اللي ممكن تبقى عند الطفل من اللبن، فده بيعمل الموضوع ده بشكل كبير جدا طب جدا. سؤال كده خطر على بالي يا دكتور واحنا اتفضل. بنتكلم، لو الام شربت ينسون اللي هو اصلا بيفيد جدا في الهضم والشمر والكلام ده، ده فعلا برضو بيوصل للجنين او للطفل بقى بعد ما اتولد في اللبن من خلال الرضاعه؟ طبعا يعني برضو بيتم نفس الاكشن بنفس الطريقه؟ بالظبط كده، بيتم نفس الاكشن، بس مش بيتم بنفس الكونسنتريشنز او بنفس التركيزات اكيد اللي موجوده في اكيد الكيس من من لاكتوز. اللاكتوماكس. ولكن الحاجات دي زي ما قلت لحضرتك ان شرب السوائل ده مهم جدا جدا، سوائل السخنه او السوائل البارده، فده شيء مهم جدا وبيزود اللبن بشكل كبير جدا. آخر مكون معانا اللي هو الكاموميل. الكاموميل ده من ضمن الحاجات المهمة جدا، رومانسي جدا، بالظبط كده، منسي، محدش بيجيبه إلا لما نحطه أعتقد في الحنة عشان يعمل لون بس فقط تقريبا. لا بس للأسف. هي برضو ريلاكسنج هيرب بشكل كبير جدا، يعني عشب يعني ايه مهدئ، بيساعد على ارتخاء الأعصاب بشكل كبير جدا. يمكن كلنا عارفين ان النوم بالنسبة للطفل ده شيء مهم جدا، وزي ما زي مدارج عندنا ان هو كماله الغذاء بتاع الطفل أكيد. في النوم، فاصل يعني فكره النوم دي مهمه جدا جدا. فده الكاموميل بقى بيساعد على النوم الهادئ بالنسبه للطفل، بيساعد على تعديل الحاله المزاجيه بالنسبه للام، فكل الكلام ده في الكاموميل. كمان بيزود انتاج اللبن، او بيزود اسف افراز اللبن. الحاجات دي يمكن مهمه جدا جدا في الاعشاب، الاربع انواع من الاعشاب ديت ككومباينيشن كده بنسميه يعني له افكت هايل جدا. باكد تاني الحلبه والاكتيف انجريدينت بتاعتها، الشمر واليانسون والكاموميل، الاربع حاجات دي مع بعض بتنزل وسكريتد في الملك بالنسبه للطفل، يعني بيتم افرازها في اللبن بالنسبة للطفل، فالطفل بيستفيد منها بشكل كبير جدا، والأم طبعا مع زيادة الرضاعة الطبيعية. يمكن كمان احنا بدأنا بمبادرة مهمة جدا جدا الفترة اللي فاتت، احنا الحقيقة سميناها مفيش داعي للبن الصناعي، لأن بصراحة يعني خلينا نقول ان مشكلة اللبن الصناعي دي مشكلة مهمة جدا الحقيقة، سواء ان الطفل ما بياخدش الغذاء المناسب بالنسبة له، كمان ارتفاع الأسعار بتاعته بشكل كبير جدا، لأن يعني جزء كبير من اللبن بيجي استيراد من الخارج، فطبعا ده بيسبب عبء على الأسرة بشكل كبير جدا. أكيد. تخيل حضرتك بقى لو أسرة فيها توأم، أو أسرة فيها تم ولادة 3 أطفال أو 4 أطفال، وده حاجات مفيش بتحصل زي اللبن كتير جدا. الطبيعي يا دكتور برضو ربنا خلقه، لأنه بيكون فيه كل بقى العناصر الغذائية اللازمة للنمو، وفي نفس الوقت التكوين المخي، يعني تمام. موضوع ده الذاكرة شيء والذكاء. أساسي جدا، ده شيء أساسي وجدوا جدا. دراسات كتيرة أن الرضاعة الطبيعية بتنمي أو بتنشئ طفل سليم منتاليتي اكتر بكتير جدا من الطفل اللي تم انشائه او اللي هو اتربى على لبن على اللبن صناعي. الصناعي. كلام حضرتك مظبوط جدا، كلام حضرتك علمي تماما. الحقيقه في فوائد مهمه جدا بالنسبه للام وبالنسبه للطفل. لو جينا نتكلم على فوائد الرضاعه الطبيعيه بالنسبه للام الاول، اول حاجه بيحميها من الاصابه بمرض السكر بنسبه تتجاوز ال 40%. يعني دي الله. حاجة مهمة جدا جدا، ان الام اللي بترضع رضاعة طبيعية احتمالية اصابتها بمرض السكر بتقل بنسبة 40%، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا، طبعا. ودي شيء يعني حاجة مهمة جدا قريب جدا، قريب للنص يعني قريب 50%، كده. رقم ما فطبعا شاء الله ده شيء بيحميها من الاصابة بالسكر وسرطانات تاني الثدي حاجة كمان. بالظبط كده، بيحميها من الاصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة جدا. هي برضو يمكن الانتشار بتاع سرطان الثدي بشكل كبير،
فان انا الام تبقى محميه من السرطان دوت بشكل كبير جدا، فده فعلا من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. سبحان الله، تلاقيه يعني وللاسف في امهات تقول لك لا، الجا للرضاعه الصناعيه حتى لو هي ربنا حبيها بالنعمه دي. تمام، هي بتأذي نفسها يعني بطريقه ان دايركت من غير ما تحس. ما انصحش اي ام ان يعني الا اذا كان في سبب مرضي معين او سبب مرضي. الحقيقه موضوع الرضاعه الطبيعيه يعني لازم كل ام تحرص عليه، يعني تحاول فيه على قد ما تقدر يعني الموضوع ده فعلا مهم جدا جدا. كمان من ضمن الحاجات برضو الفوائد بتاعه الرضاعه بالنسبه للام ان هي بتقلل نسبه اصابتها بالدهون اللي هي الكوليسترول بقى والحاجات دي بشكل كبير جدا. فعندنا ثلاث فوائد مهمين جدا جدا، لو قلنا ان هم دول بس الفوائد فده يعني شيء ممتاز جدا وكتير جدا. طيب لو جينا نشوف الرضاعه الطبيعيه فوائدها بالنسبه للطفل، اول حاجه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان بينشا نشأة سوية من منتلي يعني ذهنيا وجسديا، فطبعا الحاجات دي مهمة جدا جدا بالنسبة للطفل. نمو العظام والأسنان بشكل يعني محترم جدا بشكل ممتاز جدا جدا، ده من أهم فوائد الرضاعة الطبيعية. كمان بتقلل نسبة حدوث الإسهال والإمساك وكل الاضطرابات الهضمية اللي ممكن تحصل بالنسبة للطفل في السنتين الأولى أو السنتين الأوليتين بالنسبة للطفل. فطبعا كل الحاجات دي مهمة جدا جدا، الحرص مننا كشركة ان احنا ندعم الرضاعة الطبيعية وندعم الحقيقة في يعني وزارة الصحة يعني بتبذل مجهود كبير جدا جدا وبتوفر اللبن الصناعي بشكل كبير، ولكن الحقيقة يعني احنا وجدنا ان من واجبنا كشركة ان احنا نتوجه للأماكن دي ننصح الأمهات بفوائد الرضاعة الطبيعية. الأمهات اللي عندها مشاكل في الرضاعة الطبيعية احنا اوريدي بنوزع عينات مجانية من اللاكتوماكس بحيث ان احنا نزود فرصة الرضاعة الطبيعية. كان الحقيقة ده يعني أتمنى ان هو يبقى مشروع قومي ان شاء الله، يبقى ممكن نعمل مؤتمرات كمان يا دكتور برعاية الشركة ونعمل ده بسهولة جدا. دي حاجة سهلة جدا الله. وان شاء الله رب العالمين، لان فعلا يعني موضوع الرضاعة الطبيعية ده حاجة مهمة جدا 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 لتنشئة جيل سوي ذهنيا وجسديا. جسديا وذهنيا بالظبط كده. تمام، طيب الجرعة يا دكتور اهم حاجة بقى الجرعة، احنا عايزين نعرف يا دكتور الام تاخدها كل ما تحس ان احنا مثلا اللبن قل عندها ولا عمال على بطال ولا طيب واحد في اليوم ولا ايه الحكاية؟ هقول لحضرتك الجرعة بالظبط الاول دلوقتي. خلينا نتفق ان اللاكتوماكس بيتاخد بامان جدا جدا من اول يوم رضاعة، لان زي ما احنا شفنا ان كل المكونات اللي فيه اعشاب طبيعيه بصوره امنه كتير بشكل كبير جدا. طيب خلينا نقول ان اول استعمال يوم رضاعه ده يعني بعد الولاده، بعد الولاده مباشره، يعني بعد الولاده مباشره ابدا اخد الام تاخد كيس اللاكتوماكس. ده هيساعدها على فكره كمان اللي من ضمن الحاجات المهمه جدا في نبات الحلبه، عشان نعرف قد ايه يعني قد ايه الثقافه القديمه فيها حاجات موروثات جميله جدا، بيساعد على رجوع الرحم لمكانه الطبيعي والوضع الطبيعي بعد الولاده. نبات الحلبه، الحلبه طبعا لان في ماده قريبه جدا من تكوين هرمون الاوكسيتوسين. هرمون الاوكسيتوسين ده هو اللي مسؤول عن ان الرحم يرجع تاني لوضعه الطبيعي ويرجع تاني لمكانه الطبيعي بعد التمدد الرهيب اللي حصل فيه في فتره الحمل. تمام، فخلينا نقول ان من اول يوم رضاعه بعد الولاده مباشره الام تاخد كيس اللاكتوماكس. الحقيقه احنا عندنا جرعتين مهمين جدا لازم الام تبقى عارفاهم. في الاول بعمل جرعه مضاعفه، الجرعه المضاعفه ديت دي لمده 3 ايام باخد كيسين، كيس الصبح وكيس بالليل. كيس الصبح وكيس بالليل. وكيس بالليل على معده بقى فاضيه ولا قبل الاكل ولا بعده؟ يفضل ان هي تبقى على معده فاضيه علشان ما يبقاش فيه تاثير على الامتصاص، ولو نسيت ما فيش فيه مشكله ان هي تاخده بعد الاكل، فبس يفضل طبعا على معده فاضيه. الكيس او طريقه الاستعمال سهله جدا جدا، بفضي محتويات الكيس على نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن او نص كوبايه عصير او على كوبايه زبادي، يعني تمام. كل الرينج ده متاح عندنا، كل يعني الخيارات بقى كل الخيارات. طب لو كوبايه ميه كده وعملناه زي اللاكتوماكس لاكتوفيرين عادي جدا مفيش مشكله. الميزه كمان اللي فيه ان انا مش بحتاج ميه سخنه،
لان انا الاستعمالات اللي فيها الحاجات اللي بنستعمل لها ميه سخنه بتبقى الحقيقه مش المواد الفعاله اللي فيها لسه ما خرجتش، فالميه السخنه هي اللي بتخرج المواد الفعاله فيها. انما احنا في اللاكتوماكس احنا اوريدي عندنا المواد الفعاله على طول، فبدوبه في كيس، في اسف، في كوبايه ميه، نص كوبايه ميه او لبن او عصير او كوبايه زبادي. والزبادي يا دكتور هيحصل ذوبان كامل فيها؟ بالظبط كده، بقلبها كويس جدا وباكلها اكلها مع الزبادي بشكل جميل جدا. كمان الميزه برضو اللي فيه ان هو بطعم وريحه الفانيليا. في بعض الناس ما بتحبش ريحه الحلبه، في بعض السيدات بتقول لا انا مش هاخد حلبه لان يعني بتطلع في ريحه العرق بشكل كبير جدا، فلا ده كل ده مش موجود تماما. في ناس ما بتحبش ريحه اليانسون خالص، يعني لا كل الحاجات دي ماسكت، كل الحاجات دي ماسكت بطعم وريحه الفانيليا، فاحنا ما عندناش فيها مشكله خالص. نرجع تاني للجرعه، كيس مرتين يوميا كل 12 ساعه لمده 3 ايام. دي الجرعه المكثفه، دي الجرعه المكثفه في الاول علشان ابدا اعمل تنشيط لعمليه افراز اللبن. بعد كده بكمل بكيس واحد بس في اليوم، بكمل بكيس واحد بس في اليوم. طيب هل هستمر عليه لمدة قد ايه؟ هي دي نقطة وسؤال بيثار بشكل كبير جدا. انا هستعمله طول فترة الرضاعة، اقدر استعمل لاكتوماكس طول فترة الرضاعة. طيب لو حسيت ان كمية اللبن اوريدي كميه اللبن موجودة بشكل كبير، انا بوقف اللاكتوماكس، ما فيش فيه اي مشكلة، بوقفه على طول. يعني مش لازم اعمل انسحاب للدواء بتاعي من الجسم، لا هو اوريدي اعشاب طبيعيه فما فيش فيها اي مشكله. اول 3 الجرعه العاديه بقى قد ايه؟ الجرعه العاديه كيس واحد بس في اليوم. يعني اخده بقى في وقت معين، يا اما قبل الغداء قبل الفطار، فهو بيبقى كيس واحد بس في اليوم. يبقى انا عندي جرعه مكثفه كيسين في اليوم او كيس كل 12 ساعه لمده 3 ايام. بعد الثلاث ايام باخد كيس واحد بس في اليوم. طيب انا لو ما بداتش باللاكتوماكس، هل اقدر استعمله مثلا بعد شهرين، بعد 3 شهور من بدايه فتره الرضاعه؟ برضو ما فيش فيه اي مشكله خالص، ببدا استعمله في اي وقت من السنتين بتوع فتره الرضاعه، في اي وقت من السنتين بتوع يعني فتره منتهى الرضاعه. الامان ومنتهى يعني الحرص على صحه الطفل وحرص على صحه الام. بالظبط، مفيش منه اي مشكله، حتى لو استمرين عليه على لونج تيرم مفيش مشكله. تمام. حقيقه شكرا لك، شكرا جزيلا، استفدنا معلومات هايله، وان شاء الله هنحاول نعمل المبادره دي معانا مع فريق برنامج نور الطب ان شاء الله يا دكتور. باذن الله نحاول نعمل دوت بالتنسيق مع الشركه. برضو زي ما عودناكوا دايما العروض بقى بتاعه برنامج حتى الان جزئيه الان في حاله من فضلك يا دكتور، برنامج نور الطب. خلينا نقول ان يعني من خلال بس الارقام التواصل اللي احنا عرضناها على الشاشه، اللي هياخد 3 علب لاكتوماكس هياخد عليها العلبه الرابعه هديه وشحنها مجانا. تمام. فدي طبعا حاجه كمبادره مننا ان احنا نزود او نوعي الناس باهميه الرضاعه الطبيعيه. شيء هايل، يعني كل اللي بيسمعونا يا جماعه، اي حد من طرف برنامج نور الطب هيتصل بالشركه يقول لهم يا جماعه انا من طرف جمهور برنامج نور الطب، مش تتصلوا خلاص، لا لازم تجيبوا سيرتنا، صح كده يا دكتور؟ ان شاء الله. هياخدوا 3 علب عليهم الرابعه هديه. الحقيقه بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، اللقاء كان شيق جدا مع حضرتك. شكرا ليكم. كان معانا الدكتور محمد صبحي مدير تسويق شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. هنطلع دلوقتي معاكم فاصل او ختام بقى، مش هنقول فاصل، هنوريكم امبارح لقاء مع سياده السفير الدكتور رضا عبد السلام ابو امين والدكتور علاء من ضمن فعاليات مؤتمر ابطالنا في قلوبنا 2020 اللي شرفت الحقيقه بتقديمه امس في مقر وزاره التضامن الاجتماعي بالجيزه. شكرا لكم جدا، اشوفكم الحلقه الجايه، يلا بينا نشوف اللقاء. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واتم حال. النهارده احنا في مؤتمر فعاليات مؤتمر شبابنا في قلوبنا 2020 تحت وزاره التضامن الاجتماعي. معانا النهارده الدكتور علاء والدكتور رضا طبعا منورنا، رئيس مجلس اداره شركه اكسترا ميد للصناعه الدوائيه، وبيشرفونا النهارده الحقيقه بدور مجتمعي قوي جدا في تكريم اسر الشهداء. اسمحوا لي مع بعض نرحب بدكتور علاء. اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك، اهلا وسهلا، منورنا ان شاء الله بامر الله. متشكرين جدا على دور حضرتك وجودك النهارده معانا. ربنا يبارك في سعادتك، ده واجب علينا، مش دور يعني ان احنا بنأديه، ده واجب علينا ان احنا نعمل عملية مجتمعية ونكرم أسر الشهداء دول. رأي حضرتك ايه في تواجدهم؟ انا شايف التواجد النهارده كثيف الحمد لله، يعني على عكس المتوقع يعني.
لا ما هو الحمد لله احنا يعني عملنا ودعينا ناس كتير وده شرف لنا، وكان نتمنى ان يجي اكتر كمان وان احنا نقدر نقدم لهم اي حاجه. شكرا جزيلا. عفوا يا فندم. ربنا رد ابو امين غني عن التعريف. غني عن التعريف يا دكتوره نور، اهلا بحضرتك، وانا سعيد جدا ان انا شفت حضرتك في الاحتفاليه بتاعه ابطالنا في قلوبنا، ودي ثالث سنه على التوالي، وانا بشكر الجهات المسؤوله اللي هي اعطتنا المفات الامنيه لتكريم أسر الشهداء للمشاركة المجتمعية. ده دور وطني على رجال الأعمال اللي موجودين في قلب البلد، لازم يشاركوا أسر الشهداء. وقدوتنا الحسنة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في كل مناسبة بيدعو الأسر الشهداء للتكريم، واحنا بنقلد رئيسنا ان احنا بنكرم اسر الشهداء في الوقت الحاضر، واحنا بنشكر اسر الشهداء اللي هم جم عندنا، واحنا بنقول لهم القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كثروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فهم احياء عند ربنا بيزفوا لسبع سماء في الفردوس الاعلى وبحور العين. فكل اسره فقدت اب او اخ او زوج دمت في حور العين في الجنه في الفردوس الاعلى، وهم احياء عند ربنا سبحانه وتعالى. واحنا بنقبل يعني احنا بالوقت بنقول لاسر الشهداء انتوا بالونا معاكم كل سنه في تكريم اسر الشهداء، واحنا بنطالب رجال الاعمال اللي موجودين في مصر اللي هم يعملوا الفعاليات ديت ما تقتصرش على شركه معينه ولا شخص معين، يجب رجال الاعمال في جميع محافظات مصر يشوف اسر الشهداء في المحافظات كلها ونكرم اسر الشهداء الجيش والشرطه عشان نعوضهم بجزء لو بسيط الناس اللي ضحت من اجل استقرار امن بلدنا ومن امن البلد والحفاظ على ارض الوطن. واحنا بنشكرهم اللي هم حضروا معانا، وبنشكر جميع الجهات اللي في الدوله اللي ساعدتنا ان احنا المؤتمر يطلع بالفعاليات ديت. بنشكر حضرتك على حضورك. شكرا جزيلا. طبعا مش هنسى انوه تنويه مهم جدا ان كل الدروع والهدايا النهارده لاسر الشهداء مقدمه من شركه اكسترا ميد ومجموعه الرضا. شكرا جزيلا دكتوره. اهلا بحضرتك وشكرا لك. شكرا لكم، ويلا بينا على فعاليات المؤتمر. الى اللقاء.